اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. بعد 5 أشهر بالتحديد من الان ستحتفل الامم المتحده بالذكرى 75 لانشائها. ومن الملائم ونحن نتحدث عن الامم المتحده وعلاقتها بالعراق القول في ان ميثاق الامم المتحده بمقاصده ومبادئه جاء لتحقيق العدالة والمساواة وحقوق الشعوب وليس حقوق الحكومات، يعني جاء لأجل الشعوب وليس للحكومات، وتحقيق السلام والتنمية وحقوق الإنسان للشعوب، هكذا يقول ميثاقه. وقد أكد في ميثاقه أن ليس هناك من سلام بدون تنمية، وليس هناك تنمية وسلام مستدامان بدون احترام حقوق الإنسان. وقال في الميثاق، حدد شرطا في الميثاق، قال إذا كانت إحدى هذه الركائز الثلاثة السلام والتنمية وحقوق الإنسان غير متوفرة أو ضعيفة فإن الهيكل سيكون ضعيف ويجب أن ينهار، ويجب هدم الجدران والحواجز القائمة حوله في هذه المجالات. بهذه القياسات فإن العراق الذي ليس فيه لا سلام ولا تنمية ولا حقوق الإنسان يعني هو الأجدر أن يوضع من قبل الأمم المتحدة في بؤرة الضوء وتوضع صورته الحقيقية، لا أن يجامل فيها ويجري الحديث بصورة مغايرة عن حقيقة العراق منذ عام 2003 لحد الآن منذ عام احتلاله. فيما يخص طبعا الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة اللي سميت يونامي في العراق، لابد من القول قبلها علينا أن نقول أن العراق من أوائل الدول التي دخلت إلى عصبة الأمم المتحدة التي تحولت فيما بعد إلى الأمم المتحدة. دخلها عام 1932 عندما كان العراق تحت الانتداب البريطاني. طبعا بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اللي سميت يونامي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1500 عام 2003 عام احتلال العراق، وتم توسيع دور البعثة في عام 2007 بشكل كبير بموجب قرار مجلس الأمن أيضا 1770 الصادر عن مجلس الأمن في ذلك العام. ويرأس هذه البعثة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، يساعده في ذلك نائبان، أحدهما للشؤون السياسية وحقوق الإنسان، والآخر للإشراف على جهود الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية. هذا كل الحديث يسوقنا ربما إلى الإحاطة الأخيرة التي قدمتها الممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيم بلسقارت. في هذه الإحاطة التي قدمتها يعني في بداية شهر مايس، قالت أن هناك يعني حددت نقاط كثيرة، من ضمنها قالت أن هناك تحديات كبيرة وجدية تواجه العراق، وفصلت فيها بشكل سريع، قالت بعضها صحي، منها صحي يتعلق بتفشي فيروس كورونا في ظل نظام صحي أشارت له بالوصف بأنه كان أساسا على شفا الانهيار قبل تفشي فيروس كورونا. إذن الأمم المتحدة تعرف أن في العراق لا وجود لنظام صحي، وتحدثت عن اقتصاد منهار يتعلق بانخفاض أسعار النفط، ويعاني أساسا مثل ما قالت من قبل انخفاض أسعار النفط من تشوهات لعدم وجود سياسة اقتصادية أساسا، ومن آفة الفساد التي تمخر به. طبعا تحدثت عن أزمات أخرى حددتها بلسخارت بالسياسية والاجتماعية والأمنية العميقة، بالنص قالت إنها عميقة، وأشارت بعد عبارة للأسف إلى تدهور الوضع الاقتصادي للعراق يوميا، هناك تناحر سياسي متواصل وتخريب للمصالح وتحزب ضيق يرتفعون فيه على القضية الوطنية. هذا ما تحدثت به. وقالت يعني ربما من الأشياء التي قالتها أنه هي هنأت الحكومة الجديدة، حكومة الكاظمي، وقالت أنه من مهام هذه الحكومة التي هي يعني بلغت بها من قبل الكاظمي نفسه أنها يعني ربما دعش مهمة أساسية
التصدي للأزمة الصحية المتمثلة بفيروس كورونا، تطوير القطاع الأمني وإصلاحه، حصر السلاح بيد الدولة، تعزيز الاقتصاد، مكافحة الفساد، الارتقاء بالمساواة والعدالة، إطلاق حوار وطني، التوازن في العلاقات الخارجية، حقوق صون السيادة العراقية، تعزيز عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، العمل على إجراء انتخابات مبكرة. هذا ما قالته، وقالت أيضا أن العراق لا يملك رفاهية الوقت لتحقيق كل ذلك، عليه أن يعمل بسرعة، الوقت ليس في صالحه. يعني قالت أن العراق يعني محفوف بالعديد من التحديات المعقدة، التحديات لم تظهر بين ليلة وضحاها. تحدثت عن معدلات الفقر ازدادت لتصل إلى 40%، تحدثت عن البطالة الكبيرة، وتحدثت أيضا عن فرص تضاءل فرص العمل والفرص الاقتصادية. هكذا هي الصورة التي رسمتها للعراق، وهذه يعني هذه الصورة هي صورة الأمم المتحدة، لأنه هي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تنقل الصورة إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي الأداة والنافذة الدولية التي تطل منها على العراق بشكل دقيق. كما تحدثت أنه ساحة العراق ساحة للتنافس. في خضم إحاطتها قالت ما زلت مقتنعة بأن عراقا أكثر عدلا وازدهارا وقدرة على مواجهة الأزمات يمكن أن يولد من رحم الأزمات الحالية المتفاقمة، ولكن لتحقيق ذلك فإن الإرادة السياسية أمر جوهري. إذن لا وجود لإرادة سياسية، وهي أمر جوهري. في آخر جملة قالت أود أن أجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر لشعب العراق والحكومة العراق الجديدة. في هذا يعني دعنا من كل هذا الذي تحدثت، وبناء على كل هذا الذي تحدث، أين هو دعم السؤال الذي يطرح نفسه؟ أين هو دعم الشعب العراقي الذي تحدثت عنه بلسخارت، الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة، وهي لم تتحدث عن الميليشيات ودورها في تخريب العراق وفي صناعة الوضع الذي وصفته بأنه مخرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. أين هو ذلك الدعم وهي لم تتحدث عن النازحين الذين تم تهجيرهم ومعاناتهم؟ لم تتحدث عن المناطق والمدن التي لم يسمح لحد الآن بعودة المهجرين إليها برغم مرور سنوات، منها 6 سنوات مثل جرف الصخر التي مر على تهجير أهلها أكثر من 6 سنوات ربما. المغيبين، لم تتحدث عن المغيبين الذين لا يعرف أهلهم مصيرهم لحد الآن برغم أن أعدادهم تزيد عن 9,000 ربما 10,000 مغيب. لم تتحدث عن قتل المتظاهرين، ورغم أنها تقول أنه يجب الاستجابة لشعب العراق، وهؤلاء هم الذين يشكلون ثورة العراقيين. قتلت المتظاهرين والمخطوفين والمغيبين وهم بالآلاف. عن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مناطق عديدة كانت تحت سيطرة الميليشيات. فهل تتناسب كل هذه النقاط مع التأكيدات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بلسخارت من أن المنظمة الدولية الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب العراق والعراقيين أكثر من أي وقت مضى، وأنها تسعى إلى تحقيق حقوق العراقيين؟ هذا هو السؤال. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة.